Eustachian tube function test. This is the device used for eustachian tube function test, and it's the same device that's used for the tympanometry test. This is the button that's used to start test. هلا احنا بدنا نعمل الستيشن تيوب فانكشن تيست. طبعا نختار الكبسه من على الجهاز الستيشن تيوب فانكشن. لما نيجي نعمل هذا الفحص نفس فحص التيمبانو بدنا نعمل اول شيء البيز لاين تيمبانومتري. راح نحط البروب تيب جوا الدان راح يعمل البيز لاين تيمبانومتري. تمام بس يخلص الجهاز التمبانومتري البيز لاين بيضل البروب تيب جوا الدان. لما يضل التيب جوا الدان رح يقولي لي شو اللي مطلوب من البيشنت. اللي مطلوب من البيشنت تسولو. بنطلب من عبد الله بدي تسكر انفك وتبلع سو هارد 2 to 3 times. تمام مع تسكيرة التون وسكر انفك عشان نشوف التشينج بالبريشر. يلا شفنا التيمبانو اللي طلع اللي هي ستيشن تيوب فانكشن لما سكر انفه وبلع صار في عندنا شفت تو ذا نيجاتيف. هلا بيحكي لنا الجهاز الانستركشنز مفروض نعمل فالسالفا. بالفالسالفا مفروض تسكر انفك وتنفخ سوهر 2 to 3 times. تمام يلا لما نفخ صار في عندنا شفت to the positive side. هيك بيكون خلص الستيشن تيوب فانكشن تيست. The results appear as you can see. As number 1 shows the baseline tympanometry, number 2 shows tone beam maneuver, and number 3 valsalva maneuver.